في عندي قيمتين هنا للميجر، عايز تغيرها تبقى برايمري او سكندري، تعمل الميجر سيت اب فيزابل. وبعدين هنا برضو السيتنج فاليو عايزها برايمري او سكندري، تخليها من هنا. انا طبعا بحتاجها بالسكندري دايما، فاعملها سكندري. لما تنزل تحت بقى هتلاقي ايه، تعمل لك قائمه جديده للميجرمنت سيت اب، تقدر تغير القيم دي تخليها سكندري او برايمري، اللي هي الريدنج فاليو. انا طبعا يهمك انك تخلي قراءتك بالبرايمري، اما السيتنج بالسكندري. تمام، دلوقتي لما تروح عند السيتنج هتلاقيه قيم بالسكندري زي ما انت عايز، هتلاقيه 1 امبير او اقل زي ما انت عايز. اقل قيمه للاوفر كارنت 80 ملي امبير. اوكي، لما تاخد الاوتبوت ده اوفر كارنت زي ما هو موجود كده وتبعته للسيتنج. هنا السيتنج عملته ديفينيت تايم، وعملت الكرنت 500 ملي امبير اللي هو نص ثانيه، وتايم بزيرو. لو دخلت على الاوتر كلوزر اوتوماتيك من الكرنت هنا عشان تختبر الاوفر كرنت بالاوتو. احنا عارفين الاوفر كرنت بالعادي هترفع كل فازه هيعمل تريب معاك لو اختبرت اوفر كرنت يعني. بس هنا في الاوتو انا عايز اختبر اوتو. تمام، فعلت الكونتاكت اللي هو انا شفناه في البي اس ال اللي هو ده تريب كونتاكت. جيت من الكونفيجريشن، هنا الكونفيجريشن فيها شويه حاجات لازم تعملها. اول حاجه بتختار هنا الاوتبوت اللي هيعمل تريب، اللي جاي من الريلي يفصل، وهنسميه تريب كونتاكت. تمام، بعد كده لازم تحط السيتنج هنا اي جريتر ذان 0.5 اللي هو السيتنج بتاعك عشان هو بيعمل له ريفرنس له. والماكسيمم فولت تايم اقصى التيار انت عايز تحقنه على الريلي. تمام، ممكن تخليه 2 امبير. احنا عندنا السكندري بتاعنا 2 فهنعمله 2 امبير. السكندري بتاعنا 1 امبير هنعمله ضعف القيمه عشان اثناء اختبار التايم يعني. طيب البيك اب والدروب اوف، في تريكه صغيره في الدروب اوف، انك انت تيار الستارت ده تخليه اقل من الدروب اوف. انا عندي الدروب اوف بيجي عند 0.470، اخليه انا 0.465 علشان يعرف يعمل دروب اوف، لانه بيفضل ينزل ينزل بعد ما يعمل بيك اب لغايه القيمه دي ويروح قافل. لو انت مش مديله قيمه اقل هيقفل. انت بتقول له بقيمه الستارت دي ان الدروب اوف ما يتخطاش القيمه دي، فطبعا هو اقل منها. فلو انت عملتها مثلا 0.48 مثلا كده 0.48 عمره ما هيشتغل، مش هيجيب لك دروب اوف. تمام، هو الدروب اوف بيجي على 0.47 فانا اخليها اقل منها 0.46. كويس، هنا الدي اي باي دي تي يعني معدل تغير الكرنت بالنسبه للزمن. وهنا الستوب انا عارف انه بيعمل ستوب عند 0.5، خلاص هخليه 0.502. تمام، بدي له فرصه كمان 2 ملي امبير زياده لو حابب، لو في نسبه ايرور او شيء. بختار كل انواع الفلطات عندي هنا بكل سهوله، فيس تو جراوند فيس تو فيس، من غير بقى ما تقعد على المانوال، متعب شويه بالنسبه للموضوع ده انك تقعد ترفع البكره. هو بيشتغل مع نفسه وبيعمل كل الاختبارات بكل الفازات ويديك ريبورت في الاخر. فهنبتدي نشغل، نعمل ستارت. لو ادالك علامة خضراء على كل فيزا يبقى كده الاختبار سليم. هنشوف الاختبار مش هياخد وقت خالص. كده بيعمل عند الفاز واي ان، برضه شافها ان هي مظبوطة. بيديك قيمة الهيسترس اللي هي القيمة دي نسبة في المية، المفروض انها موجودة في المانوال، الفرق ما بين البيك اب والدروب اوف. دول كده الفازات كلها. لما اجي اعمل في التست ريبورت بقدر اغير. بص هنا كده، بس ده برضو بيديك الاخير. الريبورت ممكن تجيبه من هنا، برنت بريفيو ستارت. ده كده شكل الريبورت اللي عندك، البيك اب عند 0.496 كله كده، والدروب اوت عند 0.469. تمام، ده كده البيك اب والدروب اوف. طيب بعد ما خلصنا البيك اب هنختبر التايم برضو. التايم هتظبط هنا الاي ستارت، هنا تلاحظ انه لازم يكون البيك اب فاليو. انت هتختبر تايم، يبقى الستارت بتاع التايم عند مينيمم بيك اب. تمام، فانت عارف ان ظابط السيتنج بتاعك على 0.5 امبير، خلاص يبقى تحط 0.5 في الستارت.
والستوب عند 2 امبير، يعني لما تقعد تزود الكرنت هل التايم هيتغير ولا هيبقى هو طبعا ديفينيت تايم، احنا عاملينه في سيتنج ديفينيت تايم، يبقى هيديك تايم ثابت عند اي تيار. وهنا دي قيمه العدد مرات الاختبار في خلال 1 امبير، يعني هنا المفروض يختبر في لو مرتين يبقى مرتين خلال 1 امبير اللي هو تيست بوينت دينستي. برضه اتعلم على كل الفازات وهو يختبر، ادي مره 2 مره 2، لان عدد الماكسيمم حاطط الماكسيمم كام 2 امبير كده، بيختبر التايم على كل الفازات 4 مرات عند قيم مختلفة للتيار. اظن مفيش اسرع من كده يعني. تمام. نشوف برضو الريبورت عمل فيه ايه. شايف هنا زود لك صفحة كمان، هما كانوا صفحتين، ادي الصفحة عمل لك زود لك صفحات لكل فازة. طيب نكبر كده ونشوف. عمل لك الجراف ومدي لك جدول تحت ظاهر لك فيه قيم البيك اب والدروب اوف لكل التايم لكل واحد. هنا قيمه التايم كام؟ قيمه التايم عند بوينت 5 بيديك 41 اللي هي عند البيك اب فاليو. طبعا مفيش حد بيحن ديفن التايم عند البيك اب فاليو. تحن الضعف اداك 25، 1.5 اداك 19، 2 امبير اداك بوينت 16 ولا 16 مللي، 0.016. فيبقى كده الجهاز شغال فعلا بديفن التايم ممتاز جدا. بس وهكذا في كل الفازات، هو عامل لك كل الفازات بالشكل ده. بيك اب عندك الفازه دي بالذات الار واي السيتنج عند بوينت 5، احنا حطيناه في الكونفجريشن، والبيك اب 0.496 التوليرنس انت حاططها اصلا في الكونفجريشن المفروض 10% او غيره، وانت اللي حاططها بنفسك المفروض تبقى للمانوال. وده الديفرنت بيقارنها بقى اللي طالع مع اللي انت حاطه، والدروب اوت نفس الشيء، والهيستريس اللي هي نسبه البيك اب والدروب اوف قد ايه، وبرضه دي انت حاططها وهو بيقارنها ويديك الباس ولا فين، انت بتحط الكلام ده في الكونفيجريشن. تمام. هي بسيطه ان احنا نغير الديفنت ده ما يبقاش ديفنت، مثلا خليه ستاندر انفرس. تمام، عشان تكمل بس بقيه الاوفر كارنت. لو انا عايز اختبر بقى كيرفات، يعني هناخد سامبل، يعني الانفرس هناخد ستاندر انفرس اي اي سي ستاندر انفرس، وناخد التي ام اس واحد. انا عندي جدول هنا موجود في كل الريليز نفس الفورمولا ونفس المعادلات بتاعتها ثابته، فلو عندك اكسل شيت زي ده او تقدر تحسبها المعادله بتاعته، فتدخل التي ام اس هنا لو هو واحد زي ما انا حاطه في السيتنج، وهنا تحقن عدد 4 اضعاف مثلا. او انا طبعا انا لازم احقن ضعف قيمه هنا عدد اضعاف الحق اي اس ده، يعني عدد اضعاف الحق. تمام، فانا احن الضعف مره واحده بس، احن واحد وتشوف المفروض يطلع عندي 10.02. طبعا في نسبه ايرور، فبالفعل اداني 9.953 ودي نسبه مقبوله. تمام. طيب لو عايزين نجرب قيمة تانية، انا هحن مثلا 4 اضعاف، 4 اضعاف تديني 4.97. تمام، 4 اضعاف اللي هي نص ونص 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 اللي هي 2 امبير، واحقن اعمل نيو فايل ونشوف بالفعل بيتأثر معايا وفعلا الكلام ده صح ولا غلط. بالفعل اداني 4.96 اهيت 4.96 تريب تايم. كده تقدر تختبر الاوفر كارنت بالكامل بالكيرفات بكل شيء من الاوتو مود بنفس الطريقه ديت. جزاكم الله خير والسلام عليكم.